قول اخويا على الاجواء. كانت اجواء رائعه خارج الملعب وفي المدرجات بالنسبه ناجحه 100%. بالنسبه داخل الملعب نقدروا نقولوا الاداء كان بصراحه، نقولوها بكل صراحه، غير مشرف بارابور لكثره العوامل. بوتيت اثر على المنظومه، غيابات زوج لاعبين من ضمنهم حكيمي، من ضمنهم زياش، من ضمنهم لا ريبونس اللي جاتنا في اخر المطاف نتاع حمد الله اللي قال لهم ما ديش نزيد نلعب في ليكيب ناسيونال. هاد الصوالح نتمنى ما ياثروش على المنظومه ديال الدراري، وخصنا نثيقوا في هاد لونترينور، حيت بين باللي بون اونترينور ديجا مع لي كلوب اللي دربهم. ما خصناش نبقاو ان ماتش ما نجحناش فيه غادي نبقاو نعطيو الايجابيات والسلبيات. هذا الشيء اللي كنتمنى. مهم النجاح كان نجاح تنظيمي بالنسبه لي سيبورتيغ تاع المدينه واللي فوازان ديالها المنطقه ديالنا، كانت في حاجه ماسه لهذه المقابله هذه، وهي راه عطينا ان ابيل باللي ناجحه. نتمنوا يعاودوا هاد التظاهره في هاد. احنا فرحانين اليوم لحقاش المنتخب جا عندنا لوجده وما كيجيش، يعني ما مولفين لهمش انه كيجي لوجده، وكنتمناو ان شاء الله يولي، يعني كان الماتش مزيان. بالنسبه للمقابله كان واحد الاداء متوسط، ما كانش شي اداء اللي كبير اللي كان ينتظره الجمهور المغربي، وربما اللاعبين المحليين بينوا على واحد المستوى اللي كبير، بالخصوص التغييرات اللي عطاها المدرب، دخول الحداد وليد الكارتي اللي بينوا اللي غيروا من مجريات المباراه، وكنتمنى من المدرب انه يعطي واحد الفرصه للاعبين المحليين. وكانت التنظيم ربما كان خارج الملعب ما كانش تنظيم اللي كيليق بهذه المباراه، ويعني مجموعه من الناس قطعوا التذاكر ولكن بقوا خارج الملعب. السلام عليكم. مفاجاه اثر هذه بالنسبه لمدينه وجده والجهه الشرقيه بصفه عامه. مباراه المنتخب المغربي كانت مباراه شيقه على المستوى الجماهيري، كانت هتافات، ولكن على مستوى الاداء كان اداء بصراحه متواضع مثل فريق ليبيا. نتمنوا مره اخرى ان شاء الله يجي المنتخب المغربي لوجده ويلعبوا امام فريق كبير مثل الجزائر على ما لا. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.